مشاهدي شبكة ان سي ان وقناة ناين لايف، صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد ونهاركم سعيد. النهارده 12/12/2011. اسمحوا لي الاول اصبح على دينا ومي. صباح الخير. افتكرتك عارف هتقول ايه، 13/13/2013 بالظبط كده. مرة تانية بنصبح على كل السادة المشاهدين، صباح الخير ويوم جديد في مصر. يمكن انا بس هقول ثلاث حاجات شغلة الشارع المصري دلوقتي. ثلاثة؟ لا هي ثلاثة بس من الحاجات الأساسية اللي موجودة، يعني بما إن احنا بنمر كل يوم بأحداث مطروحة كتيرة جدا. مش هتكلم على الاقتصاد، مش هتكلم على التعليم، مش هتكلم على الصحة، بس أنا هتكلم على ثلاث حاجات على المستوى السياسي، وهي حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وكمان فكرة الدستور، اللجنة التأسيسية اللي هتحط الدستور، ولا المجلس، ولا البرلمان اللي هيحط الدستور. بس طبعا احنا عندنا امال كبيره جدا، يعني اكيد كلنا متحيزين لجانب من الجوانب اللي انا ان شاء الله مش هقوله النهارده. من ضمن الاحداث طبعا اللي بتحصل في مصر اكيد بتاثر على دول عربيه كثيره جدا، من ضمنها فلسطين. فالنهارده هيكون معانا فقره خاصه مع السيد نايف حواتم، امين عام الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين. اتكلمنا النهارده على بعض الاوضاع السياسيه في الوطن العربي اللي ليها تاثير على القضيه الفلسطينيه بشكل خاص. هي فقره مهمه جدا المفروض. طبعا خدت بالي في الاسئله ان هي فقره مهمه. النهارده كمان هيكون معانا فقره عن البورصه واحوال البورصه. يمكن الفقره دي يعني بتختفي وبتظهر تاني في نهارك سعيد، ولكن هي اعتقد الفقرات المهمه جدا. هيكون معانا الاستاذه رانيا السريه، وهي خبيره في الاسواق الماليه، وهتكلمنا اكتر عن حال البورصه والتوقعات للفتره الجايه. الحاجه الثالثه بقى نستمولها، الحاجه الثالثه هي الانتخابات اللي المفروض هتكون بعد بكره، وتشز المرحله الثانيه للانتخابات، ومتوقعين ان شاء الله باذن الله يعني نكون استفدنا من الحاجات اللي حصلت في المرحله الاولى، وان شاء الله المرحله الثانيه تكون احسن بكتير. ايجابياتها وسلبياتها، وهيكون معانا برضو فقره عن هذا الموضوع ومواضيع اخرى بتشغل الراي العام، وهيكون ضيفنا فيها الاستاذ هاني لبيب، دكتور هاني لبيب، وهو خبير ومحلل سياسي، وهيكلمنا في الانتخابات وفي الاوضاع الحاليه بشكل عام. انا بس عايز قبل ما نكمل الحقيقه، يعني برضو 2011 واضح انها مش عايزه تمشي غير لما يعني يكون في ربنا يستر. بس على بقيه الايام اللي جايه، لان فاضل اسبوعين، فربنا يستر بالظبط كده. يعني انا عايز بس انعي للامه العربيه وللادب العربي وللكتابه وللصحافه ايضا الكاتب الكبير الراحل الاستاذ احمد بهجت. طبعا رحل امبارح مستشار مقاولين العرب عن عمر 78 سنه، وطبعا يعني غني عن التعريف الاستاذ احمد بهجت، صندوق الدنيا مقاله عموده الشهير في الاهرام، وايضا ليه كلمتين وبس مع الاستاذ فؤاد المهندس، كان برنامج الراديو الشهير، وطبعا قصص الحيوان في القران، واللي يمكن شفناها مسلسل الفنان يحيى الفخراني في رمضان اللي فات. هو طبعا كان كتاب ناجح جدا. يعني مش عارف اقول ايه، بس يعني طبعا رحمه الله، و 2011 كانت صعبه قوي، يعني في اقل من شهرين كمان بس دايما يا احمد اكتر حاجه بتخلي الواحد يكون متهيألي صابر شويه، ان الحاجات ان الأعمال. الادب بتاعه لسه، والاعمال لسه موجوده بالظبط. ومتهيألي كمان كان اول امبارح الذكرى للاديب العالمي نجيب محفوظ، المئويه لنجيب محفوظ. وحلو جدا كجيلنا، لجيلنا احنا دلوقتي، ان هو يتعرف اكتر على الاديب الراحل نجيب محفوظ، لانه اديب يحترم واعماله كلها تحترم، ومن حقنا علينا احنا كجيل ان احنا دلوقتي نتعرف اكتر على نجيب محفوظ. وعشان كده احدى دور النشر، انا اسف، احدى دور النشر نزلت المجموعه الكامله للاديب الكبير نجيب محفوظ، لو حابين تبقى موجوده حاجه ظريفه. وفي طبعات كتيره جدا الاسبوع اللي فات نزلت ليه، يعني هيعاد نشر كتب اللي هي مش موجوده في السوق او تعتبر الى حد ما نادره. بالظبط. من ضمن الفقرات اللي معانا النهارده فقره عن الطب النفسي، ودكتور عادل مدني استشاري الطب النفسي هيكلمنا عن التغييرات النفسيه اللي حس بيها المصريين بعد الثوره، وواضح ان احنا قولوا بس بعد سنه محتاجين لطبيب نفسي يكون معانا. احنا بقى لنا سنه حضرتك، هنعمل ايه؟ داخلين على سنه. بالذكرى الاولى ان شاء الله للتغييرات النفسيه. ونبدا دلوقتي مع بعض ومع حضراتكم دايما الفقره الاولى في نهارك سعيد، وهي فقره الصحافه واستعراض لاهم الصحف الرئيسيه وعناوين الصحف الرئيسيه في الصحف الرسميه. نبتدي على طول ونهاركم سعيد.